احنا دلوقتي معانا مداخله مهمه من كابتن صالح موسى نجم نادي الزمالك السابق وواحد من اللعيبه اللي عاصروا كابتن فريرة ولعبوا معاه في موسم 2014 2015 كمان حصلوا معاه على الثنائيه طبعا الدوري والكاس. كابتن صالح برحب بحضرتك ودايما نهارك ابيض. ازيك يا انجي؟ اهلا بيك. برحب طبعا بحضرتك. وازيك يا احمد؟ ونهارك ابيض طبعا. نهارك ابيض يا ابو الصلح، منورنا في نهارك ابيض. عايز اسالك بقى عن فريرة، احنا بنتكلم ان انت كنت موجود وكنت معايا هنا موجود في قناة الزمالك في نهارك أبيض، وكلمتك على إن فريرة فجر طاقات لعيبة كتير جدا، كنت بتلعب في أكتر من مكان، أفتكر إن أنت لعبت باك رايت ولعبت في نص الملعب ولعبت مساك ولعبت باك ليفت، فعايزك تكلمني كده عن فريرة والحياة مع فريرة في قلب الملعب وبره الملعب عاملة إزاي؟ طبعا أنا سعيد جدا طبعا بوجود فريرة تاني طبعا في نادي الزمالك وفي مصر عامة. طبعا من خلال طبعا انا مرحب بيه طبعا استاذ فريرة طبعا بوجوده تاني في نادي الزمالك ومع عشاق طبعا جمهوره. استاذ فريرة من الشخصيات القويه جدا، من احسن المدربين دخلت مصر عموما، وهو مش هتكلم عليه كمستوى لان هو حاجه اسطوره كبيره جدا طبعا في كره القدم. شخصيه قويه جدا، يعني بيعرف يعلم اللعيبه من كل التكتيك، من يعرف يلعب على طولة، يعرف يلعب مش على طولة واحدة، يعني على كذا طولة، افريقيا او دوري او كاس. فاحنا اتعلمنا منه كتير جدا، وغير كده كمان شخصية محبوبة، يعني اللعيبة اللي بتحبه، اللعيبة اللي ما بتلعبش بتحبه قبل اللعيبة اللي بتلعب. فأنا سعيد جدا طبعا بوجوده طبعا، وغير كده كمان إن هو هيرجع لعيبة كتيرة جدا موجودة في نادي الزمالك زي أيمن حجني، وهيرجعه طبعا إن هو عارفه كويس جدا. هيرجع لعيبة كتيرة جدا كانت موجودة في نادي الزمالك، كان شايلها طول الفترة اللي فاتت. وهي لعيبه مؤثره ولعيبه كبيره طبعا، فانا سعيد جدا بوجوده واتمنى من الناس الدعم ليه والتكافؤ ليه الفتره اللي جايه. يعني اسالك مين اكتر لاعب ممكن يعني فريرة يصنع معاه الفارق، اكتر لاعب ممكن يتوهج مع فريرة؟ انا اقول لكم ان انتوا الناس كلها بتتكلم عن ان هو بيبدا ايمن حكم جدا، فانا بقول لك ايمن حكم الفتره الجايه الناس كلها بتتفاجئ بمستوى ايمن حكم نادي الزمالك نفسيا وكرويا كمان هيقدم بشكل غير طبيعي، لان هو الراجل بيحب ايمن جامد. وطبعا ابو جبل لان هم دول اكثر اثنين كانوا موجودين، وحتى طبعا حتى امام برضه هو كان بيلعب معاه برضه بشكل مستمر، فانا شايف لو هو ايمن حكم لان هو كان بيحب ايمن حكم جدا برضه. كابتن صالح، كلمنا بقى عن بعض اللاعبين اللي ممكن ما ياخدوش على في البداية كده، احنا بنتكلم عن مدرب بيلعب 4-3-3، شايف الحدوتة ازاي في نص الملعب؟ شايف مين التلاتة اللي ممكن يلعبوا لو طبق نفس طريقة اللعب اللي كان بيلعب بيها؟ طبعا هو نفس فريرة ليه اسلوب لعب، هو قبل ما يكون ليه اسلوب لعب ليه اسلوب التمرين، يعني هو بنحفظ للتمرين وبعلم في التمرين، فهو اللي بيركز معاه في التمرين شغله بيحلل اللي بيدور في الملعب خالص، يعني الراجل ما بيسيبش حاجه صغيره خالص في التمرين، ما بيسيبش نقطه صغيره، معاه ناس لهم عيون في كل الشغل في التمرين وفي الماتشات، فاي حد مش هينفذ التعليمات اللي هو بيشتغل بيها هو بيحفظ عموما، هو بيشتغل شغل من اول وجديد خالص، بيحفظ اللعيبه من اول وجديد. فانا شايف ان في لعيبه كتيره جدا هيبقى لها دور، وفي لعيبه لو ما نفذتش او ما تقبلتش الفكر بتاعه مش هيبقى دور طبعا في الزمالك. يعني اتكلمنا عن اللعيبه، كنت بتكلم انا واحمد من شويه كنا بنقول انه عندنا عبد الله جمعه، عندنا زيزو اللعيب من اللعيبه الجوكر اللي ممكن تحطهم في اي مركز ويأدوا اداء رائع ويتألقوا، شايف انه قد ايه ممكن فريرة يساعدهم على انهم يتألقوا اكتر، وممكن ازاي يستفاد منهم اقصى استفاده؟ انا شايف برضه ان هو يستفاد برضه مع عبد الله بسرعاته، وعبد الله بيعرف يلعب في اكتر من مركز طبعا، هيقدر يستغل عبد الله في الملعب ويقدر يديله فرصه ويقدر يشتغل، لان هو بيلعب بطريقه مختلفه جدا، فممكن تلاقي واحد بيلعب تلاقي تلاقيه موجود في نص الملعب، يعني زي السنه اللي كان معانا احمد سمير كان بتلاقيه موجود في نص الملعب، بتلاقي عمر جابر موجود في نص الملعب، محمد شعبان ممكن تلاقيه بطل رايح كذا كذا، يعني بيعرف يوصف اللعيبه زي ما هو شايف، وهو ده الصح الراجل بصراحه. فانا شايف ان هو هيستفاد من كذا لعيب نادي الزمالك بيلعبوا اكثر من مركز، هيستفاد منهم في الملعب. وطبعا عبد الله مميز في حاجات كتيره جدا في الملعب، سواء الباك او نص ملعب او الاوف، فانا شايف ان عبد الله ممكن يبقى اضافه قويه جدا لنادي الزمالك معاه في الشغل بتاعه. تعالى نروح بقى لماتش الجونه اللي جاي، ماتش صعب جدا امام الجونه، قدام فريق برضه بيعرف يلعب كويس جدا امام نادي الزمالك بعد مكسب صعب على فيوتشر، شايف مباراه الجونه ازاي؟ طبعا مباراه طبعا مش مباراه الدوري سهله جدا خالص، مباراه طبعا صعبه طبعا على نادي الزمالك،
خاصه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت ديت يعني المستوى مش القوي، هو بيقدم كوره كويسه جدا بس بيبقى في خط الظهر انت عارف بتفهم عليه الفتره اللي فاتت دي، يعني بنستقبل جوان كتيره جدا. فانا شايف ان رجوع الوش وطارق حامد طبعا لازم وجوده في الملعب مؤثر جدا في الملعب الفتره اللي فاتت دي. طيب احنا بنتمنى طبعا كل التوفيق للفريق ان شاء الله في المباراه الجايه، قلنا مباراه مهمه طبعا هتدي دفعه معنويه كبيره للفريق قبل مباراه يوم مباراه الوداد طبعا يوم الجمعه تكون مباراه هامه جدا ان شاء الله، بنتمنى كل التوفيق. بشكرك جدا يا كابتن صالح. شكرا كابتن صالح. شكرا كابتن، نورتنا.